السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب. دي صورة نورهان اللي جابت الإعدام لجوزها شعبان علشان خاطر محمد اللي هو العشيق الولهان. إيه الحكاية وإيه الحدوتة؟ الحدوتة ابتدت يا سادة من عند نورهان اللي عندها 36 سنة، اتجوزت شعبان تاجر ملابس لكن بيرتحل ما بين المحافظات، لكن ليه فرع في شرم الشيخ، فالراجل بيغيب بالاسبوع وبالاثنين علشان يصرف على نورهان وعلشان كوم اللحم اللي وراه. لا، نورهان ليها رأي تاني، عايز الراجل يسيب مصالحه ويسيب شغله ويجي يقعد جنبها في البيت. فدايما مع انهم الاثنين بعاد عن بعض نورهان وشعبان، لكن كانت دايما المشاكل معاه حتى في التليفون، حتى في اليومين اللي الراجل بيجي يقعدوا معاها في شقة مدينة نصر كل يوم تزن على دماغه. خلاص يا شعبان، انت بقى عندك محلات وعندك عربيات، اقعد جنبنا. بس ده يا نورهان مش مبرر للخيانة، مشكلة في اتنين في التالتة بقى شعبان يتقل رجليه حبتين في شرم الشيخ بعد ما كان بيقعد بالعشر 15 يوم، لا بقى بيلطحها وبيقعد بالشهر والاتنين. مشاكل كتيرة قوي ما بين نورهان وشعبان علشان تبتدي الحكاية. تبتدي الحكاية يا سادة من بعد ما حصلت خلافات كتيرة ما بين نورهان وشعبان في الوقت اللي كان موجود في أجازة، يعني جاي من شرم الشيخ علشان يريح جدته وياكل لقمة ويسمع كلمتين حلوين، لكن نورهان ما كانش عندها الكلام ده. حصلت مشكلة ما بينهم وبين بعضهم، هي اللي حلفت عليه وقالت له والله لا اكتب فيك بلاغ، وابتدت الحكاية. لما نزلت نورهان من شقتها في حدود الساعة 11 أو 11 ونص مساء علشان توقف تاكسي، التاكسي ده اللي كان سايقه شاب عنده 30 سنة اسمه محمد، لقى ست هدومها متبهدلة حبتين وعمالة تبكي وتصرخ وتعيط، وقف لي يا ابن الحلال ووديني على أقرب قسم شرطة علشان الراجل يربط الفرامل ويركب الزوجة معاه. وهنا طبعا ما قدرتش انها تتمالك نفسها من البكاء والصراخ داخل التاكسي كمان مع راجل غريب ما هيش عارفة هو منين ولا جاي لفين. وهنا طبعا السواق بالمروءة والنخوة، ايه يا مدام، ايه اللي جرالك، في ايه، حد ضربك، حد بيجري وراكي، حد بيعمل معاك ايه؟ قالت له لا، هو المنيل جوزي. جوزك ماله؟ شعبان. انا ولا اعرف شعبان ولا اعرف نورهان، طب احكي لي الحدوته وانا كده كده هوديك لحد قسم الشرطه. بالفعل بدات نورهان تهدى حبتين وبدات تحكي الحكايه، ده هاجرني وما بيصرفش عليا وبيقعد بدل الشهر اتنين في شرم الشيخ، اصل انا جوزي من رجال الاعمال عنده اكتر من محل في كل مكان. هنا طبعا بدات بقى الحنيه وبدات الكيمياء بدات تشعل الحبتين، لا ده انت هو غلطان ولازم تعمله في اكتر من كده مرة واتنين، وفضلوا يدردشوا مع بعض لحد ما وصلوا لقسم الشرطة. المفروض ده عم السواق ياخد اجرته ويسيب الست لحالها، لا ده محمد هنا قال لها لازم اكمل معاكي الواجب والجميل لاخر خطوة يا نورهان، اخدها ونزلوا. لكن محمد أصر إنه يدخل بيها كمان لقسم الشرطة كأنه حد من إخواتها أو من قرايبها. هنا طبعا غمز أمين الشرطة بقرشين علشان يظبط المحضر علشان يجيب شعبان راكع على الرجلين. هنا طبعا ظبطوا المحضر وهنا أرقام التليفونات أخدوها من بعض. هنا طبعا حررت المحضر وباتت عند أختها يوم ولا اتنين لحد ما شعبان رحل لشرم الشيخ من جديد. هنا طبعا بدأت التواصل والاتصالات ما بين السواق وما بين نورهان. ده كل القصة يا عم الحاج، ان انت وصلتها خطوتين لحد قسم الشرطة والست كانت تعمل المحضر وتروح عشان ولادها الاتنين. هنا طبعا محمد كل شوية اخبارك احوالك، لا ده انا وصيت الضابط الفلاني، لا ده انا اكلت امين الشرطة العلاني، لا ده انا مهتم، ده القضية نازلة جلسة يوم كذا واروح المحكمة يوم كذا. هنا طبعا محمد مركب سماعة البلوتوث طول النهار رايح جاي بيتكلم في المدام اللي هي نورهان. هنا طبعا الدنيا اتشقلبت، يعني اصبح المحال حال في الان، وهنا بدات الكيمياء تولع حبتين، يعني بدا يزورها في البيت. كان خلاص يعني يمكن اول شهر ولا اتنين كانوا بيتقابلوا في التاكسي وكان بيلف بيها لفتين في كل مكان، لكن هنا ما عادش ينفع بقى، ده الراجل عاوز ياكل من ايد المدام ويشرب كوبايه شاي وهي نايمه على حجره. يا جدعان يعني ايه؟ يعني محمد السواق سمح لنفسه
ان يدنس عرض الراجل في غيابه وشرفه والزوجة اللي فتحت له الباب على مصراعيه. يعني ايه؟ يعني هنا نورهان اصبحت عشيقة في لحظة من اللحظات، اصبحت عشيقة لمحمد. ما كانتش القصة بقى يا نورهان ان انت راح تكتبي بلاغ او اتنين، وهنا بدأت تتعدد العلاقات في قلب الشقة وعلى قلب سرير شعبان الشقيان. هنا طبعا شعبان كل ما يتصل على زوجته مشغولة، كل ما يتصل عليها في أي وقت من الأوقات تقول له ده أنا بكلم أمي بكلم خالتي، لكن الكلام بيكون بمقدار يعني دقيقة ولا اتنين، وحتى لو انشغلت وقت طويل فيكون مرة أو اتنين في الشهر ولا الأسبوع. لكن كل ما شعبان يتصل على زوجته علشان يطمن على الولاد يلاقي المكالمات بالساعة وبالاتنين. هنا بدأ يشك، نزل أجازة كانت مظبطة حالها، قعد معاها يومين ولا ثلاثة وشك في الأمر، لأن نورهان ما عادتش بتقوله زي زمان يا شعبان بدل اليوم خليه اتنين. هنا طبعا شعبان راجل مدردح وتاجر ومتمرمط في السوق، ده شغال بقاله زمان. هنا بدأ يراقب تليفون الزوجة لحد ما قفش يا جدعان، رسائل محرمة وعلاقات غير شرعية، وانت كنت لابسة ايه تحت الودان وفي خلخال في الرجلين. هنا بدأ شعبان يشك ويتأكد لما واجه الزوجة وقال لها روحك قصد الاعتراف. يعني ايه؟ لازم تعترفي انت عارفة مين وتقولي لي ايه الحكاية من البداية للنهاية. وعلشان كده اعترفت نورهان، اعترفت له بكل حاجة، قالت له فاكر من شهر ولا اتنين لما ضربتني وحصلت خلافات انا نزلت عملت بلاغ. قال لها ما انا عارف. قالت له انا اتقابلت مع محمد السواق، احكي لي حكاية محمد السواق. هنا الزوجة اقرت واعترفت قصاد ايه؟ تهديد من الزوج. قال لها ولا هطلقك ولا هضربك، بس قولي لي انت عاشقة مين عليا. حكت له الحدوته من البدايه للنهايه علشان يكون تصرف الزوج يقول لها تجيبي لي محمد لحد البيت زي ما كنت متعوداه ان هو يجي لك ويقضي الليالي الحمراء، انا عايز اشوفه بعينيا الاثنين. وهنا الزوجه خشت الفضيحه وخشت الطلاق وخشت ضرب الزوج، وبالفعل زي ما هي متعوده بعد ما كان شعبان بيقضي اجازته ويغادر البلاد ويروح لشرم الشيخ، بدات الزوجه انها تتصل بمحمد. بقول لك ايه يا حماده، ما تيجي عشان نقضي ليله ولا اتنين، ما انت عارف ان الاستاذ سافر. وهنا طبعا محمد ما كانش شاكك، ما كانش عنده ظن ان الزوجه تسلمه بايديها لزوجها علشان ينتقم منه. اتفقوا ومحمد جه في الحال، وهنا شعبان كان متداري في الحمام ولا في اي مكان علشان اول ما يدخل محمد، وهنا المراسم بتاعت الليالي الشيطانية محمد استغربها شوية. ليه؟ لقى الجسم متبلل والوجه اصفر وكده، يعني الايحاءات والحاجات اللي كانوا بيعملوها قبل كده ما عادتش نورهان بتعملها، علشان ما يلحقش يسأل نورهان مالك علشان يواجه شعبان في الحال. شعبان كان معاه آلة حادة وكمان معاه يمكن عصاية أو خشبة، يعني أو الحاجة اللي احنا بنقول عليها نبود، لكن كان شعبان ذكي جدا علشان هددوا بالآلة الحادة وما ضربوش بيها ولا طعنوا بيها كمان وكمان، علشان شعبان يكتفوا ويموتوا بإيديه، يعني يخنقوا يا جدعان. وبالفعل الزوجة كانت مساعدة في الجريمة بعد ما أتموا الجريمة وثأر لشرفه ولعرضه، وهنا خنق محمد وتوفى محمد علشان تبتدي رحلة التخلص من الجثمان. هنا طبعا شعبان كان عنده عربية بيوزع عليها البضاعة والملابس والحاجات دي كلها، انتظر لحد ما الليل ليل كده حبتين وبدأ يشيل هو والزوجة نورهان يشيلوا الجثمان وينزلوا بيه للعربية الخاصة بشعبان، واخدوه وطلعوا على احد فروع نهر النيل في مدينة نصر وراموا الجثمان. هنا طبعا محمد متجوز والاخوات والاولاد، محمد غايب بقاله يومين علشان يحرروا محضر في قسم شرطة مدينة نصر، لكن العثور على الجثمان كان مختفي، لسه الجثمان ما طفاش على وجه المي. لكن رجال الانقاذ النهري وهم بيمشطوا نهر النيل فوجئوا بالجثمان. محمد ولا معاه بطاقة ولا معاه اي علاقة، يعني ما هوش اي حاجة تثبت شخصيته، لكن هنا انتدبوا من خلال البحث في محاضر التغيب والابلاغات بتاعت التغيب، توصلوا للزوجة ولاخواته علشان كانوا محررين محضر من ايام. هنا اتعرفوا على الجثمان، لكن كان في علامة استفهام مين اللي قتل محمد السواق.
سواء يا ترى ليه مشاكل مع حد؟ بدأت جهات الأمن تهتم بالموضوع وينصبوا الأكمنة ويشغلوا المصادر السرية في كل مكان. لكن بقى بدأت الشبهات والأقوال، وكان دايما محمد الله يرحمه بقى، لا ما يجوز عليه غير الرحمة، كان دايما يكلم زوجته ان انا معايا زبونة في مدينة نصر وضعها كذا وبتحاسبني بكذا وما بتفرقش معايا. فطبعا يعني علشان كانت يعني كثرة المكالمات ما بين محمد وما بين نورهان، فكان الاسم مسجله على التليفون تاجرة وخلاص، تاجرة مين؟ نورهان، عشان يتكلم معاها زي ما هو عايز، لان العشق كان ولع في الدرة. طيب هنا طبعا ما كانش فيه مشاكل، ما كانش فيه مشاجرات ولا فيه حد ليه فلوس، لكن الزوجة اللي أدلت رجال المباحث انه كان دايما بيتعامل مع زوجة موجودة هنا في مدينة نصر، وزوجها هو اللي كان بيحاسب على آخر الشهر، والقصص اللي احنا عارفينها. علشان تكتمل الخيوط يتم القبض على الزوجة نورهان وعلى جوزها شعبان. وهنا طبعا بعد وسائل ضغط متعددة، لانهم انكروا في البداية علاقتهم كمان بمحمد، ما كانش نورهان تعرف ان محمد مرسي زوجته ان في علاقه ما بين الاثنين، لكن كانت علاقه عمل او شغل يعني او مشاوير. فكون ان شعبان وكون ان نورهان ينكروا ان في علاقه من الاساس، ده اللي لفت نظر رجال النيابه العامه ان الموضوع وراه ان يمكن وسائل متعدده، لحد ما انهاروا واعترفوا بكل حاجه. طب ايه يا شعبان اللي خلاك تقتل محمد؟ انت شفته بعينيك؟ قال انا كنت بثأر لشرفي والعرضي، وعلشان كده انا كنت مسامح مراتي قصاد انها تجيب لي محمد لحد الشقة لحد ما انهيت حياته. طب انت شعورك ايه دلوقتي ورد فعلك ايه يا شعبان بعد ما ورطت نفسك وهي ما هي الا خطوات للاعدام؟ قال ضيعتني الوسخة اللي هي نورهان، انا المفروض كنت انتقمت منها هي الاول، لانها هي اللي فتحت الباب وفتحت كل حاجة، لانها لو شريفة وعفيفة كانت حافظت على عرضي وشرفي في غيابي وحتى لو كنت في الممات. يعني ايه؟ يعني القضية اتقفلت على كده واتحولوا لمحكمة الجنائية اللي أزلت الستار بحكم الإعدام على نورهان وشعبان اللي ورط نفسه، وكفاية كلمة إن هو بيقول ضيعتني الوسخة في التحقيقات عفاكم الله. لكن الحلقات اللي احنا بننشرها لحضراتكم للتوعية وللنصيحة وإن احنا نتعلم من أخطاء الغير. لو وصلت معانا لنهاية الفيديو، يا ترى شعبان اتورط في القضية ولا مين الجاني الحقيقي في القضية؟ ولا كان يجب ان شعبان يحاسب الزوجة ولا يطلقها وكل واحد يروح في حاله؟ منتظرين اراء حضراتكم في الكومنتات. ولو شاهدتوا الفيديو للنهاية فاحنا بنشكر كل الحبايب، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، وما تنسوناش في الاشتراك واللايك علشان قناتنا تكبر بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل كل الاحباب من الاخوة والاخوات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.